ممكن بس تاخد من وقتك ثواني؟ ماشي، اهلا وسهلا. دايب احنا برنامج مسابقات، برنامج مسابقات، معانا 3 اسئله لو جاوبت عليهم صح فلوس. الله، هرجع لك بالفلوس يا ماما. حاضر، معلش هديك، خدي دقيقتين بس كده واجيلي. ماشي يا ماما، اجيب لك الفلوس ما تقلقيش. عايزك فرختين؟ ماشي ماشي يا ماما، يلا مع السلامه. اول سؤال معايا بيقول: لدي 4 ارجل في الصباح وساقين بعد الظهر وثلاثة ارجل في المساء، من انا؟ عفريت ده ولا ايه؟ لدي 4 ارجل في الصباح وساقين في المساء. لا، وساقين بعد الظهر وثلاثة بعد المساء. السلحفة دي ولا ايه التفكير ده؟ لدي 4 ارجل في الصباح، ايوه، واثنين وساقين بعد الظهر. وفي هي في لغز بقى، هو في الساقين ده في لغز. ايوه، هو ايه؟ شطارتك انك تجيبه. النقط. نقط ايه؟ الساقين حرف القاف. ده ايه؟ 4 ارجل في الصباح وساقين بعد الظهر وثلاثة بعد المساء. ثلاثة في المساء او بعد المساء، ايه هو؟ ابعد عن خيالك الجماد، هو مش حاجة جماد. لا، سؤال صعب بقى اللي بعد. صعب. خلاص، نقول سؤال تاني ولو عارفين الإجابة يا جماعة جاوبوا تحت في الكومنتات. معانا تاني سؤال بيقول: ما هو الشيء الذي ترميه كلما احتجت إليه؟ بسم الله الرحمن. السؤال ده أنا عارفه. طب قول. أنا عارفه، شبكة، الشبكة بتاعت الصيد. الله الله، سقفة يا جماعة، سقفة والله. أنت متأكد من الإجابة؟ الشبكة مش بترمي الشبكة علشان تصطادي سمك؟ يعني هي دي؟ أه، الشبكة. أكيد عندك إجابة تانية، ماليش دعوة، لكن أنا أجبت صح. أنتوا هما اللي غشوك صح؟ مين؟ انتوا غشتوني؟ لا، مش دول، دول يعني يعني حد غش. برافو برافو بجد. برافو. ما هو الشيء الذي يتم اخذه دون لمسه؟ على فكره الاسئله دي اصعب من ثانويه عامه. ده بسيطه خالص. شبكه الواي فاي. الواي فاي؟ لا، مش الشيء ده خالص، مش ده. اخده من غير ما المسه. بسيطه خالص على فكره، احنا ممكن بنعمله كل يوم اصلا. والله من غير ما المسه؟ من غير ما المسه. الهواء. نفس؟ لا، انا اجابتي على فكره، انا مهندس، انا مش بني ادم، انا مهندس. انا فاجابتي ايه؟ والله مش مهندس ولا حاجه، بس هو اجابتي يعني ابداع. هي اجابتي صح على فكره، وانت مش عايزه تكسبين، انا عارف. والله العظيم انا عايز اجيب فرختين لامي وانت مش عايزه تجيبيهم، انا ماليش دعوه والله. انا والله والله العظيم الاجابه مش دي الاجابه، مش دي. حاول تفكر معايا. ماشي، ده اخر سؤال. اخر سؤال. الشيء اللي تم اخذه من غير لمسه، اخذه من غير ما المسه. حاول تفكر بسرعه عشان وقت الحلقه. خلاص، فقدنا الامل. غلب حماري. مش عارف يا جماعه، لو عارفين الاجابه اكتبوا لنا تحت في الكومنتات. هسالك كمان سؤال رابع واملا انك تجاوب عشان نكسبك معانا. ما هو الشيء الذي ياكله جميع الناس واسمه على لونه؟ البرتقال. لا والله، البيض. صفار البيض. طيب ايه؟ فلفل. البرتقال. لا، ما انا اقول لك، هم مش عايزين يجيبوا لي الفرختين لامي والله. قول لي خيار، يعني قول لي اجابه. برتقال. برتقال الكلام. البرتقال لونه برتقالي واكله برتقال، فاكهه برتقال. برتقال. انا سالتك حاجه كل الناس بتاكلها واسمها على لونها. يعني غلط البرتقال بجد والله؟ والله غلط. والبيض؟ انا عايزه اجابه تكون متاكد منها، تقولي كذا. خلاص بقى، خلاص. هما بس بيعملوا سيرش في جوجل ورا الكاميرا، فثانيه بس. لو سمحتي، لو سمحتي، ممنوع ممنوع.